ادي 2000 جنيه حجز اوض لموظف الفندق، على الفلوس اللي جبت له بيها الهدوم كده 4500 جنيه. كل ده انا سحبه من صندوق طلاق نسرين. انا مش فاهم الصندوق ده ملبوس ولا ايه، راكبه عفريت. انا لازم اروح بالفلوس دي النهارده، ان شاء الله اختلس فلوس من الفندق. يا نهار اسود، تختلس 4500 جنيه؟ ده احنا لو نظفنا الفندق بالجست اللي فيه مش هنطلع منهم 800 جنيه. طب اعمل ايه؟ انا لازم ازود دخل الفندق هنا. ايه رايك نعمل صاله افراح في الفندق هنا؟ حلوه الفكره دي، واول زبون عندي المعلم وليد كحه، عايز يعمل فرح اخوه رضا كحه. الف مبروك يا سيدي والف سلامه. طبعا انا ممكن اقنعه يعمله هنا. حلو قوي. طب ايه رايك بقى نعمل صاله الافراح دي فوق في السطح اللي هو المهجور اللي محدش بيستجله ده؟ اسكت، وانا ما قلتلكش شيء. اصل انا سمعت طراطيش كلام كده ان السطح مسكون، في 2 من الجيست اتقتلوا فيه. وايه ارواحهم اللي ساكنه في السطح يعني؟ لا، اللي قتلهم لسه ساكن فيه لحد دلوقتي. انت عبيط يا جميل، احنا بنتستر على مجرمين؟ ما هو دي سياسه الفندق يعني. اتفضل يا سيدي بلغ البوليس. خلي مستر البوليس. وسيم، مستر وسيم الحقنا يا مستر وسيم، الراجل اللي انت بتجيبه معاك كل يوم عمل مصيبه. مازو نيكست. انزل لي يا رجب يلا. لا 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 يا مازوبيه، انا بلعب معاكم بس وبلم النقطه، لكن مش بخش في الموضوع ده. والنبي يا مازوبيه، مازوبيه الله يخليك. وسع يدي يا جعر منك ليه؟ معلم فوزة. مين اللي ضرب فوزي يا اخويا؟ هو ده فوزي اخويا اصلا؟ هي فانيلة الواد فوزي. معلم فوزي اللي انت لسه مفرسكه دلوقتي. بس ولا يهمك منه يا مازو، خش اديله يا مازوبيه، اديله انت اقوى منه، اديله ما تخافش. انت هذا اللي ضربت فوزي اخويا؟ لا يا كلب. الواد ابو شعر اصفر الحلو ده اللي ضرب فوزي اخويا كستنائي. وبعدين انا ما ضربتوش، ده احنا كنا بنلعب عشان اللعبه بطلت تبعت لنا وكده. لو حضرتك عايز تلعب معانا اتفضل وخد اخوك. يا حبيبي هلعب وهعلم عليك اوريك. ده ما بيشوفش، ده بدل ما يضربني ضرب الحيطه. ما بيشوفش ايه ده؟ كده بيسخن بس. ده قبل الخناقات الكبيره بياخد في دماغه طلقه. ليه بياخد في دماغه طلقه؟ هو كده بيقدر مزاجه كده. انا قبلت التحدي يا واعلم عليك. وسع يد انت وهو، وسع عشان خاطر مستر وسيم. وسع 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 وسع. طب انا هقف فين يا جميل؟ هقف هنا يا مستر وسيم. جرايا مازو، انت هتقلبني الفندق فايت كلاب ولا ايه؟ مين بقى اللي سايح يا رجاله؟ احنا مش متفقين ان رول نمبر 1 اباوت فايت كلاب؟ ذات از دونت توك اباوت فايت كلاب. بس يلا يا اهبل يلا. نو ذيس از نوت فايت كلاب. بس يا جميل التهبل منه، ومين التافه اللي انت بتلعبه ده؟ ها يا تافه، مش كفايه مازو معلم عليك؟ كمان عامل لي قلبات في الفندق. بقى لله يا مستر وسيم. في مين؟ فيك انت يا مستر وسيم. يا جماعه بكره الصبح نتجمع عشان خاطر الدفنه الساعه 8، وبالليل هقول لكم العزا فين، لا اما هنا لا اما في عمر مكرم. هو في ايه؟ اصل اللي انت شتمته ده المعلم فوده. معلم فوده؟ وده 26 بتاع الفطار. الفطار فاكره؟ انا هسف. سيبوه يا رجاله، ده هنحل بيه. سيحوه. ما اعرفش سيحوه ده يا معلم، انا اعرف ظبطوه روقوه فسحوه. سيحوه دي جديده صح؟ لا مش جديده، سيحوه يعني هيسيحوك بجد يا عترياس. انت تعمل كريم برولي يا حبيبي؟ جميل هو بسيوني فين؟ في ناس شافوه بيوقف تاكسي ورايح على المطار. طب اتصرف يا جميل، اعمل اي حاجه. لا ما انت عارف القاعده، لازم واحد فينا على الاقل يفضل على قيد الحياه عشان التاني يعرف يتصرف. سلام يا وسيم بيه، سلام يا من كنت وسيم. ما تسيبنيش يا وسيم. معلش يا مازو، انت عارف القاعده، لازم واحد فينا على الاقل يفضل على قيد الحياه عشان التاني يعرف يتصرف. سلام يا من كنت مازو. وسيم انت هتسيب الجست يتضرب يا وسيم؟ الجست دايما على حق.